لهدفين لهدفين. مرور اللاعبين النجوم البرازيلية في طبعا استعراض للميداليات الفضية. كذلك إيميليانو مارتينيز يستعد لنيل أفضل حارس مرمى في كوبا أمريكا، حارس أستون فيلا الإنجليزي بعدما نال تياغو سيلفا كأس أفضل مدافع. هذا هو إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي وحارس المنتخب الأرجنتيني. إيميليانو مارتينيز بيست جول كيبر لهذه النسخة 47 من كوبا أمريكا، يستحقه زيادة طبعا إيميليانو مارتينيز اللي مكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى هذا الدور النهائي بتصدي لثلاث ركلات ترجيح ضد لوس كافيتيراس منتخب كولومبيا. تتواصل حصد الجوائز من جانب النجوم الأرجنتينية في هذه المباراة النهائية. الدور الآن في لحظات قادمة في تواصل أفراح الشعب الأرجنتيني والنجوم البرازيلية بحضور يعني خدرو دومينغيز رئيس اتحاد دول أمريكا الجنوبية كوميبال وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. أكيد توقعات رئيس البرازيل جاير بورسالانو اللي قالوا أن البرازيل ستفوز بخمسة أهداف. ذابت أدراج الرياح، الكرة واقعية وليست أحلام وكلام، هي حقيقة أقدام وميدان. نتابع معكم هذه الفرحة الاستيرية لكتاب التاريخ ليو ميسي أمامنا البرغوث الأرجنتيني كابتن منتخب الأرجنتين أفضل لاعب لكوبا أمريكا ليونيل ميسي. إذا يكرم النجم العالمي ليو ميسي بلقب أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021. ست أهداف نجومية تاغية لسيد أسياد اللاعبين نجم نجوم الكرة في العالم ليو ميسي. حصاد والرازية للألوان الأرجنتينية في هذه الكأس الأمريكية الجنوبية في استاد ماراكانا بالذات. يعود ميسي بعد أن نال لقب أفضل لاعب في كوبا أمريكا لسنة 2021. هذه هي الكرة، اللقب الغالي ليونيل ميسي، كذلك أفضل هداف توب سكورر، يعني يفوز بثلاثة ألقاب، أفضل هداف، أفضل لاعب ولقب كوبا أمريكا. هذا الصبر لما يأتي للبرغوث الموهوب قبل نهاية شمس الغروب. لمعان ما بعد لمعان لليو ميسي للأرجنتين. يا سلام يا سلام.